يقول محلتنا نموت نعيش مرجعنا لمحلتنا محلتنا جت في القاع وما جتت محلتنا الله دخيلك يا الله احميها لمحلتنا حبيبي هاي نمسف الابو الماليه يرد الروح بيه تحياتي لكم الابو الماليه احلى كلام سمعته منك يا ناس تجوى الجربة رحم الله والديك يلا خل نسمع أبو المالية إيش راح يقول ألو إيناس أبو المالية ده يقول شو تريدين من محلتنا أنتوا أهل الخير أنتوا اللي فرحتوا كل بيت عراقي الله يخليك يا رب الله يحفظكم والله. الله يحفظكم بيكم تكبر محلتنا إيناس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا ايناس طبعا أيه. ابو الماليه دا يشكرك كلش هوايه وهاي عيديه من الف الف مبروك ربحتي ويانا 500 الف دينار يا ايناس شكرا 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 انا ألف ألف شلون اشكركم مقدمه من المصرف العراقي ابو الماليه عدا دوم دوم بخير شكرا شكرا جزيلا طبعا الف الف مبروك يا ايناس ربحتي 500 الف دينار عراقي مقدمه من المصرف العراقي الاول FIB